والمخطط هو عينيه على الناس الصغيرين. صحيح. اللي هو لو نقلوا بيئه صحيه كسكن كويس وفي خدمات ثقافيه وخدمات رياضيه ومناطق خضراء يقدر ومناطق فيها ابداع كقصور ثقافه ولا مكتبات. صحيح. هو عين الدوله دايما على الناشئ، لانه ده الطفل او الناشئ لو 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 بقى لو ح لو ح لو الدوله حسنت من بيئته يقدر يخرج فيه الابداع، وهو ده اللي هتعتمد الدوله عليه بعد كده. يعني صحيح. النظره لازم تكون نظره مستقبليه. وخلينا نقول ان الدوله بتعمل حق المواطن. ايوه. ان هو السكن الامن اللي يوفر حياه امنه ومن منظور انساني. أيوة. ده حق صحيح. المواطن على الدوله. حتى لو الدوله اتاخرت فيه اهو عملته واتعمل، لانه دي طبعا تراكمات سنين كبيره جدا. صحيح. تم في الفتره الصغيره اللي فاتت باراده سياسيه والدوله مجتمع بمؤسساتها المدنيه. يعني عملت اللي ما اتعملش في اكتر من 30 او 40 سنه. صحيح. ودي مش النهايه، يعني احنا بنحل مرحله من المراحل اللي ده انت بتحل مشكله التراكمات. صحيح. هل هي انتهت المراحل دي؟ لا. في دراسات بتقول التوسع العمراني هيكون قد ايه، الزياده السكانيه هيكون قد ايه، عشان دائما الدوله تسبق بخطوه عشان ما يبقاش في عشوائيات تانية والناس تتكدس. صحيح. في مناطق تانية. صحيح.